وقعت يم المشرعة مقطوع الجفوف مفضوخ راسك بالعماد ودمومك تسيل يقولون ابني ضيعت زينب وليتايا حرمة وغريبة وضايعة الحسافة الجان زينب طبت الشاية من غير والي والولي مقيد بزنجي أشبال أربعة والناس بيهم يحسدوني وكل الخلق يم البني شبال كلهم فرد ساعة فارق وظلوا بعرصة كربلاء من غير تفسير ويتنا ويتنا قلبي ينظر دربك ويتنا ويتنا يا ولدي نار فرقاكم ويتنا يا متت الفول يا ولادي علي اعتنى الله بالنبي اعتنى الله بالشرف واعتنى الذين سبقوا لا حول ولا قوة اللهم فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا يا الله خاصة اولئك النابعين في سجون الظلمة لا لشيء الا لانتمائهم لخط اهل البيت سلام الله عليهم في العراق في البحرين في السعودية في الكويت في ارجاء البلاد الاسلامية اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا يا الله اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بجاه مريض كربلاء زيد العابدين الأخوة الحضور الأخوات الحاضرات اللهم تقبل أعمالنا جميعا بأحسن القبول وإلى أرواح موتاك المؤمنين والمؤمنات خصوص إلى أرواح موتى المؤسسين والبالغين اللهم إن يقرأ سورة الفاتحة قبلها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد